بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا الدكتور طارق المهدي أورا، استشاري البطنة، عيادات المواساة الجديدة في المنجف في دولة الكويت. هنتكلم دلوقتي إن شاء الله على الصيام مع مرض السكري. حقيقة إحنا في عندنا نوعين من مرض السكر، النوع اللي هو الأول وده اللي هو سكر الأطفال، ودول معظمهم ما بننصحهمش بالصيام لأنهم بيكونوا بياخدوا أنسولين، وده طبعا ممكن، وبالذات اللي بيجي لهم انخفاض، يعني انخفاض في السكر يعني بمرات عديده، فدول بالذات دول ما بينصحهمش خالص بالصيام. الحاجه الثانيه اللي هو السكر من النوع الثاني اللي هو سكر الكبار، ودول اول حاجه اللي بيعتمدوا منهم على الانسولين اساسا، دول برضو ما بنحاولش ان احنا ننصحهم بالصيام، بالذات اذا كان عندهم بياخدوا اكثر من 60 وحده في اليوم انسولين، او اللي هم عندهم مضاعفات، يعني مثلا عندهم مضاعفات على القلب، على الكبد، على الكلى، دول ما بننصحهمش برضو بالصيام. الحاجه اللي بعد كده الناس اللي هم ماشي على الحبوب للسكر في النوع الثاني، دول بيستفادوا جدا من الانسولين من الصيام. ليه؟ لان ده بيصلح السكر عندهم، وبالذات اذا كانوا بياخدوا الادويه بتاعه السكر دي، طبعا بيظبطها الطبيب، اللي هي ما بتعملش انخفاض للسكر، بتعمل تثبيت بس للسكر لكنها ما بتعملش انخفاض على الحد الادنى. ولكن احنا في الاخر بنقول دايما ياريت كل واحد من حضراتكم يشوف الطبيب المعالج بتاعه علشان يقدر يديله القرار الصائب بالنسبة لحالته هو، لان كل واحد حالته بتختلف عن التاني. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامة.